الأمومة في حياتك بعد ما بيكون الواحد بياخد قرار، نجمات كتير قالوا ندمنا على قرار إن هم قرروا ما يكونوش أم في وقت ما، ندمتي على قرار إنك ما تنجبيش ولا لأ حتى الآن شايفة إن ده القرار الصحيح؟ لا انا ما ندمتش علشان ولاد اخويا مات صغير، فساب لي 4 5 سنين 8 سنين ربيتيهم 12 سنه والمدرسه ورا البيت، فكانوا في حضني. مامتهم كانت بنكيره وكانوا معايا، بودي المدرسه وبجي من المدرسه، يعني ما حسيتش ان انا اتحرمت. فالبنت بتحبني جدا، الواد الله يخليه عمر بيحبني جدا. ما يعني يوم ما يعمل أكلة حلوة لازم ياخدني يفسحني. البنوتة هي بقى تخش بقى على الشركات الأجنبية، تقعد تجيب لي البارفي وتقعد تجيب لي الروج بتدلعك، بيدلعوني. فمعوضينك إحساس الأم. معوضني إحساس.